طيب خليني اقول بس رقم واحد، يعني رقم واحد دي اهم نقطة، الرجل الغير مسؤول، لان ده بيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا. الغير مسؤول ده هو غير قادر على تحمل المسؤولية، فده حياته بره هتبقى فيها مشاكل وجوه برضه هتبقى فيها مشاكل. يعني هو اذا كان هو غير قادر على تحمل المسؤوليه يبقى هو بره حياته العمليه تبقى فيها مشكله كبيره جدا، وجوه هو هيبقى بيتنصل تماما من كل المسؤوليات حتى المشاكل البسيطه. فمن هنا هيبقى فيه مشكله ومن هنا يبقى فيه مشكله. ده الاساس، ده رقم واحد، ده رقم واحد. لما بلاقي الراجل ده، في بعض الناس بتسميه ابن امه، بعض الناس بتسميه كده، بس ده نوع من انواع الراجل اللي هو غير قادر على تحمل المسؤوليه. فالنوع ده اول واحد نبعد عنه، وده اقوى حد نبعد عنه، لان في حاجات تانية سهل علاجها، لكن في حاجات زي غير تحمل مسؤولية ده صعب جدا الارتباط بيه، لان ده شخص مدمر لنفسه ولحياته سواء الخارجية او الداخلية. الشخص التاني الشخص البخيل، البخل ده داء بيبقى في الشخص، وده يعني اكاد اجزم ان بنسبة 99% صعب جدا علاجه. يعني مفيش شخص بخيل اقدر مهما اعمله احوله لشخص كريم او يبقى فيه قابلية ان هو يتعامل. الشخص البخيل هو بخيل، وده ده غير عادي وغير قابل للتداوي، فده نبعد عنه تماما. الشخص الشكاك طبعا، عشان بس انا بجاوب على شخص شكاك ده عشان حضرتك قلتي عليه، شخص دي صفه سهل جدا تتداوى عند الراجل، فده بالنسبه لنا مفيش مشكله في الارتباط بيه. انا قلت لفظ قبل كده برضو، ده من اهم الشخصيات اللي احنا يا ريت ما نرتبطش بيها، اللي هو العاشق اللحظي. خلينا برضو عشان نلخص الكلمه دي، وهتبقى متداوله اليومين دول كتير، زي ما احنا كنا قبل كده قلنا زمان على حكايه جبر الخواطر. فالكلمه دي ابتدت تتداول كتير، دلوقتي احنا بنقولها وهنلاقيها بعد كده متداول. العاشق اللحظي ده اللي هو ايه، زي ما احنا بنقول كده، اللي هو يا عيني قلبه مفتوح لكل الناس. فده نبعد عنه تماما، لان ده يعني ده شخص غير يعني مش عايزين نرتبط بيه او لا ننصح بالارتباط بيه. طب للاسف يعني الظروف خدتنا ان احنا وقعنا في يعني في حد من الانماط اللطيفه، سواء غير مسؤول او غير قابل على تحمل مسؤوليه، او الشخص البخيل، او الراجل اللي بيحب على نفسه ده على طول. للاسف خلينا عارفين ان 80% من حياتنا هيبقى فيها مشاكل. بنسبه 60% هيحصل انفصال في خلال الثلاث سنين الاولى. وانا هنا واضح اهو بقول الثلاث سنين الاولى، ومش هنقدر نكمل اكتر من كده. لان دايما احنا بنقول بتبقى فيه سلبيات كتير وفي ايجابيات كتير، السلبيات هنا اكتر من الايجابيات، بيحصل الانفصال، ودول مفيش علاج معاهم، فمش هنقدر نتعايش معاهم، فمن هنا هتحصل الكوارث. تمام، احنا عايزين بقى نقول يعني دعوه عامه لكل الناس، وانا يعني برضو من خلال حضرتك ومن خلال الموقع بتاعنا، في مفهوم جميل يا ريت نربي نفسنا ونربي ولادنا عليه، عشان نختم اللقاء بتاعنا بمفهوم كده يا ريت بس كلنا يبقى قدام عينينا. مفهوم اسمه انسنة العلاقات، لازم نتربى احنا ونربي ولادنا عليه، ان لازم نراعي الانسانية في علاقاتنا مع بعض. الانسانية بمفهومها الشامل هتخلي حياتنا الاسرية مستقرة، ونقدر نحقق الامان الاسري اللي احنا بنستهدفه، سواء بيننا وبين زوجاتنا، وسواء بالنسبة للنشء الصغير. فلازم نهتم بحاجة اسمها أنسنة العلاقات.